لقد فهمنا كيفية تحديد الأعداد المحددة القيمة التي نتعامل معها. دعونا نتحدث عن حالة يكون فيها العدد المحدد القيمة له صلة بالموضوع. فلنفترض أن لدي سجادة هنا وأريد أخذ قياسها لأقرب سنتيمتر، وقياسها بالأمتار هو 1.69 متر، أي سأقرب هذا العدد لأقرب سنتيمتر، أي أن هذه 9% بالأمتار تعادل 9 بوحدة السنتيمتر، وقياس العرض لها يساوي 2.09 متر، وستقول لي ما هي مساحة هذه السجادة؟ المساحة تكون الطول ضرب العرض، أي 1.69 ضرب 2.09. دعوني أخرج الآلة الحاسبة حتى نقوم بحساب المساحة بشكل أسرع. إذا لدينا 1.96 ضرب 2.09 ويساوي 3.5321. دعوني أكتب هذا 3.5321، دعوني أكتبه بلون مختلف، 3.5321، ولدينا متر ضرب متر يساوي متر مربع. إذن يمكن أن أقول لك أن المساحة تساوي 3.5321 متر مربع، لكن المشكلة هنا أن كل هذه الأرقام وراء الفاصلة العشرية دقيقة. إذن دقيقة وقياسية، أي أن مساحة السجادة هذه أخذت بشكل دقيق، وعلي أن أقيس المساحة لأقرب سنتيمتر. إذن الطريقة التي سنتبعها للقيام بهذا، يبدو أن القياسات التي لدينا هي القياسات الدقيقة. علي أن أتأكد أنه لا يوجد المزيد من الأعداد محددة القيمة، وبعد ذلك يمكننا أن أقوم بعملية الضرب. هنا لدي 3 أرقام ذات قيمة، 3 أرقام، وهنا لدي 3 أرقام ذات قيمة. وبشكل عام عندما تضرب أو تقسم الأعداد محددة القيمة، في حاصل الضرب أو ناتج القسمة لا يمكن أن تكون أقل عدداً، إذن لا يمكن أن تكون أقل عدداً من منازل الأعداد التي نضربها أو نقسمها. إذن في كلا هذان العددان لدينا 3 منازل ذات قيمة، وبالتالي سيكون لدي 3 منازل ذات قيمة في الناتج أو في حاصل الضرب أو ناتج القسمة. وإذا كان هذا لديه 3 منازل وهذا منزلتان، بالتالي سأحصل على منزلتين في الناتج. وحتى نكون دقيقين هنا، علينا أن نقرب هذه المنازل ل3 منازل. إذن علي أن أقرب هذه المنازل ذات القيمة إلى أقرب منزلة مئات. لذلك أن نقرب هذان العددان ونحصل على 3.53 متر مربع. دعونا نرى الآن حالة القسمة. سأرسم هنا أرض لغرفة، وأقيس عرض أرضية الغرفة لتكون هنا 10. سأستخدم وحدة القدم الآن، إذن 10.1 قدم، وهذا القياس الدقيق. ولنفترض أن الطول يساوي، سأكتب بلون مختلف لأميز الطول، لنفترض أن الطول يساوي 12.07 قدم، ولنفترض أن لدي بلاط أو قرميد أو سميه كيفما تسميه، ومساحة البلاط أو البلاطة الواحدة هي المساحة البلاطة الواحدة هي 1.07 قدم مربع،
وما علي فعله هو إيجاد عدد البلاط الذي سأحتاجه لأرض الغرفة، وما سأفعله هو إيجاد مساحة أرض الغرفة وأقسمها على مساحة البلاطة. إذن مساحة أرض الغرفة تساوي مساحة أرض الغرفة تساوي 10.1 ضرب 12.07 قدم، وهذا يساوي لنستخدم الآلة الحاسبة 10.1 ضرب 12.07 ويساوي 121.907 قدم مربع. إذا يساوي، وسأقوم بإزاحة الشاشة إلى اليمين، يساوي 121.907 قدم مربع. الآن لم ننتهي من الحسابات، لكن يوجد شيء ملفت هنا. انظر، لدينا 4 منازل ذات قيمة هنا و3 منازل ذات قيمة هنا، وبالتالي لن تحتوي المساحة على أكثر من 3 منازل ذات قيمة. إذا كان هذا ما نبحث عنه، أي الجواب النهائي هو مساحة الأرض، أرض الغرفة أعني، لكننا لم ننتهي من حساباتنا، علينا أن نجد عدد البلاط الذي يلزم لتغطية أرض الغرفة. وهذه القاعدة العامة، لأننا لا نريد أن نخسر بعض المعلومات، القاعدة العامة تلزمنا بأن لا نقرب لمنازل ذات قيمة إلى أن ننتهي من الحسابات. وبشكل خاص إذا كنت ستجري العديد من عمليات الضرب والقسمة، ومن ناحية أخرى إذا قمت بالتقريب هنا فسترتكب أخطاء أكثر. الآن دعونا نقوم بالقسمة، دعونا نقوم بالقسمة. إذن البلاط الذي سيغطي أرض الغرفة، البلاط الذي سيغطي أرض الغرفة سيكون عبارة عن مساحة أرض الغرفة، مساحة أرض الغرفة إذن 121.907 قدم مربع تقسيم مساحة البلاطة، أي 1.07 قدم مربع. ومرة أخرى سأخرج الآلة الحاسبة، لدينا إذن 121.907 تقسيم 1.07، وستحصل على هذا الناتج الغريب الذي يحتوي على كل هذه المنازل. إذن البلاط الذي سيغطي أرض الغرفة، سأستخدم لونا آخر، يساوي 113.93177501، وعلي الاستمرار قدم مربع. إذا هذا هو الجواب النهائي، وسنهتم لأمر عدد البلاط الذي سيغطي أرض الغرفة. الآن يأتي دور المنازل ذات القيمة المحددة، لدي هنا 4 أعداد ذات قيمة، ولدي هنا منزلتين ذات قيمة، وهنا لدي 3 منازل ذات قيمة، ولدينا مجموعة من عمليات الضرب والقسمة. وبشكل عام من خلال الضرب والقسمة سنحصل على عدد منازل ذات قيمة تساوي 3، هي 1 و0 و1. إذا الجواب النهائي سيحتوي على 3 منازل ذات قيمة محددة، نقربها لأقرب قدم فيكون الناتج 114، ونغير الوحدة من الأقدام إلى بلاطة. إذا استنادا إلى دقة القياسات التي قمنا بإيجادها، ستكون 114 بلاطة. إذا لقد وضحت لكم الآن قسمة وضرب الأعداد محددة القيمة أو القياسات. والقاعدة العامة هي أن عدد المنازل ذات القيمة الموجودة في الناتج تساوي عدد منازل ذات القيمة للعدد الأقل في الأعداد التي نجري عليها العمليات. وعند القيام بعمليات الجمع والطرح سيكون الأمر مختلفا قليلا، وسأقوم بتوضيحه في العرض التالي.